بدأ منذ الأمس الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة العام 2018. إعلان النتائج يأتي هذا العام بعد إصلاحات قام بها وزارة التعليم على نظم إجراء الامتحان وسط تساؤلات حول انعكاس هذه الإصلاحات على نسب النجاح التي ظلت متدنية من بين نسب النجاح المسجلة في البلدان المجاورة. الشيخ المهدي النجاشي. لحظة لا تنسى بالنسبة لهؤلاء، ففيها يكرم المرء أو يهان. إنها لحظات إعلان نتائج البكالوريا في موريتانيا، والتي يشارك فيها الآلاف وفي شعب شتى. المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة الناجحين مقارنة بالسنة الماضية. حسب الشعب الماضية الحمد لله نسبة النجاح مرتفعة بالنسبة للسنوات الماضية. نتوقع نفس الشيء الحمد لله من قدر إشاعات الباتوخا والشيء بالنسبة لشعبة العلوم الطبيعية. وإن شاء الله لا التوفيق لنا كاملين، إن شاء الله قاعدين وإذا كاملين عكس الحمد لله. شعبة العلوم شعبة هي قد المترشحين، هي أكثر المترشحين، أكثر الناس المتسابقين اللي فيها بالنسبة للشعب مولي الآخرين. إن شاء الله ذاك ينعكس كامل مولي على النتائج الحمد لله. التراجع في نسبة أخطاء التصحيح كما يسميها التلاميذ زادت من حظوظهم في تجاوز هذه المرحلة الدراسية التي تشكل وفق الأهالي والمشاركين إحدى أبرز العقبات الدراسية في مسار التلميذ الموريتاني. نتائج جيدة، بورسنتاج كبير الحمد لله، بدأ يتطور التلاميذ ويقراوا زين زين عندي ذاك نسب النجاح مرتفعة بالنسبة للسنوات الماضية، النجاح ياسر الحمد لله، لكن لا ونتمنى وإن شاء الله يتم النجاح بنجاح. ترقب الوكلاء ما لم يفرز بعد من نتائج وتشخيص نسبها بشكل نهائي، ربما تكون واحدة من الخصوصيات التي تطبع الأسرة التربوية في البلاد حتى اللحظة وفق المهتمين. فهل ستعكس النسبة الرسمية المعلنة تقدما جديدا في المنظومة التربوية، أم أن تحديات أخرى ستقف في وجه الخطط الإصلاحية المطروحة؟ شيخ مدن النجاشي، الساحل تي في، نواكشوط.